نيابة عن السيد محافظ نينوى السيد نجم الجبوري، اليوم نحن في هذا افتتاحية جسر أسكيموصل. هذا الجسر الذي يحمل أهمية كبيرة كونه يربط بين ثلاث نواحي مهمة، هي ناحية الزمار وناحية وانا وناحية حميدات، طريق حيوي وجسر حيوي. هذه المرة الثانية التي يتعرض إلى أضرار ويتعرض إلى تفجير. قامت مديرية طرق وجسور نينوى بإكمال إنجاز هذا المشروع، كانت المباشرة في شهر السابع من 2021 والإنجاز هو في 26/7/2022. العمل سار بصورة جيدة، كان هناك تعاون كبير من أهالي المنطقة، وكذلك الشركة المنفذة هي شركة جيدة وشركة رصينة، وتم إكمال العمل. نعم كان هناك بعض المعوقات وبعض المشاكل خصوصا أثناء فصل الشتاء وأثناء بعض الظروف في المنطقة في الطريق، ولكن الحمد لله تم إكمال هذا الطريق بصورة جيدة. وإن شاء الله أيضا نوعد أهل المنطقة أنه الشارع هو الشارع هذا الرئيسي هو قيد الإحالة في مديرية طرق وجسور نينوى، سيحال قريبا إن شاء الله خلال الأيام القادمة. وإن شاء الله هناك أيضا نظرة إلى إكمال بعض المشاريع في المنطقة وإكمال الطريق، نحاول إكمال الطريق إلى جسر وانا والطريق الآخر المؤدي إلى الاتجاه الآخر. إن شاء الله هناك تركيز على هذه المناطق، وهناك متابعة كبيرة من الأخوة من السيد مدير الناحية والأخوة الناشطين في المنطقة متابعين لهذا الموضوع. هذه المنطقة كانت الحقيقة مهملة في الفترة السابقة، الآن هناك نظرة جديدة إلى كل مشاريع هذه المنطقة. ستشهد أيضا إحالات في نفس القاطع في يعني طريق حقنة زمار وطرق أخرى كثيرة في هذه المنطقة ضمن خطة الأرصدة المجمدة، وكذلك هناك مشاريع ضمن خطة الأمن الغذائي والدعم الطارئ. وإن شاء الله يعني تعود هذه المنطقة وتعود الحركة والحيوية فيها وعمليات النقل بين هذه النواحي وبين هذه المناطق بإذن الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ نينوى المحترم وبجهود حثيثة من قبل السيد مدير طرق الجسور الأستاذ رضوان الشهواني. حقيقة اليوم تم افتتاح هذا الجسر، جسر أسكيموصل. هذا الجسر رابط بين ثلاث نواحي، نواحي الحميدات ووانا وناحية الزمار. هذا الجسر يتعرض للانفجار. جهود مشكورة من قبل دائرة طرق الجسور نينوى. من خطة دعم الاستقرار لعام 2021 التي أطلقها السيد محافظ نينوى نجم الجبوري، المشروع هو مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر أسكيموصل، حيث تعرض الجسر إلى تفجير في الفضاء الثاني والثالث. باشرت الشركة المنفذة شركة إنشاءات دجلة بالعمل ب 18/7/2021 بإعادة تأهيل الجسر. طبعا أثناء التنفيذ ظهرت مشاكل، الحمد لله تم التغلب على الصعوبات و إنجاز العمل. حسب توجيهات السيد محافظ نينوى الأستاذ نجم الجبوري المحترم، تم اليوم افتتاح جسر أسكيموصل. هذا الجسر اللي يربط بين ثلاث نواحي، ناحية حميدات وناحية وانا وناحية الزمار، تم الافتتاح من قبل الأستاذ مدير الطرق والجسور الأستاذ رضوان الشهواني وبحضور مدير ناحية الزمار الأستاذ أحمد جعفر وكذلك مقاتير المناطق ووجهاء المناطق. باسمنا نشكرهم على استجابتهم للمناشدات وافتتاح الجسر الذي يخدم هاي المناطق كثيرا ويخدم اهالي ثلاث مناطق وثلاث نواحي، ناحيه الزمار وناحيه حميدات وناحيه وانا.